السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا فيديو جديد في لعبة ليتل نايت مارس. قبل ما نبدأ نعرف بروحي، اسمي مهدي، نسكن في الجزائر، عمري 15 سنة. قناتي قناة محتوى الجيمينج، الفلوج وأي حاجة أخرى متعلقة بالمحتوى أو أي حاجة تعجبكم وتعجبني. قبل ما نبدأ إن شاء الله تعجبكم اللعبة، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعلق حاجة ما عجبتكش، قول لي وعلا باش نحسن في المحتوى تاعي. دير ديسلايك قول لي وعلا باش نحسن حتى أنا في المستوى تاعي، وكتب لي تعليق وعلا دير ديسلايك باش نحسن في المستوى تاعي. المهم اليوم نبدأ في ليتل نايت مارس 2. بسم الله. اللعبة هذه عندها جزء أول، ما نكذبش عليكم ما لعبتوش، بصح هي شفته وشفت التختيم تاعو في اليوتيوب وعجبتني، بصح بغيت نلعبها، بصح ما عجبتنيش الجزء الاول شويه. كي خرج الجزء الثاني قلت نجربو ونشوفو، اذا عجبني يعني نكمل فيه سلسله، اذا ما عجبنيش هاي ما نكملش. اذا شفت الدعم تاعكم مليح راني نكمل، اذا ما شفتش مش مليح مانيش حنكمل. اذا وصلنا 20 لايك انا حنكمل، اذا ما وصلناش انا حنقدرش نكمل. هيا خليكم على الفيديو ما قلتلكمش. لا تينا في وسط الغابة. اللعبة هذه نسيت ما قلت لكم شنو اللعبة هذه، لعبة رعب، لعبة رعب، وان شاء الله برك ما نخلعوش. لهنا كما سمعت تبلي يقدر شد الحواء، هي يقدر يشد الحوايج ويجبدهم ولا يهز الحوايج. هي فيها الغاز شويه، قاعد يجيك لغز هكا شويه صعيب ولازم تحلو، يكون فيها هكا شويه معقدك، لازم تكون شويه ذكيه. بابا بابا شكون هذا معلقهم لهنا؟ شو اللعبة لحد الآن مليحة، بصح هي تخلع شوية في وسط الغابة. أول مرة نشوف لعبة تبدأ في وسط الغابة هكا، يعني ضباب و شوف اللي هنا كيما اللي هنا باينة دارو نفخ كاين نفس عليها. هذي لك قطع عليا هذيك فوقاني، ها 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 ركبتني. أيوة لهنا واش راح نديروا له، باين راح نجبدوا هذا قاعد فيها ومربوط هكا، لكن نروحوا نجبدوه يعني ندزوه مش نجبدوه كيما هكا، وبعد نجي من اللور ونجبدوه، وبعد نجيو من قدام ونزيدو ندزوه. حد الان تبلي لي ميسيو هذا من الاولين انت تبلي ينعتونا برك فين نلعبوا اللعبه هذه برك. ومن بعد تبدا سمعت بلي فيها خمس بوصات، خمس وحوش لازم نغلبوهم باش نقدروا نقفلوا اللعبة تما نختموها. سمعتوا عرفتها هذا العب، وكي يديروا كيما هكا غير كي تشوف لعبة تاع رعب وفيها الغاز هكا عارف اللي هي ديرلك كيما هكا، يا اما حجرة طيح عليك ولا كيما دركا طاحت علينا شجرة. لا انا باينه نسيت ما قلت لكم، باينه داروا لنا لهنا جذع هكا من وسط الفارغ باينه بلي راح نطلعوا فيه. ها كنت باغي نقز على الحبل هذا ونشدو ونرجعو لطرازة ونقز هنا. المهم فيها خطة هكا شوية، لازم لها شوية تخمم برك، لازم تفتح مخك، تفتح المخ تاعك. واه خير اللي هنا باينة، حتشد البكرة هذي ودزها هكا باش تطير، نحطو هذيك اللوحة الصندوق هذا نحطو صاي هذا هو الاخر. هاي تطلع تطلع ازربة ازرب ازرب بالسيف. لهنا او كيف بغاوني نفوت دركا، لازم لا شي مخ هذي، لا بغاوني نقز تما نطيح. اصبر هذه لازم لها
شفت كي طيح، طيح شوية أكبر منه، مش فكرة طيح منه فاهم، تمدي راكي وبتجي منه موت. فهمتنيش تما باغي؟ أيوة هكا كنت قاصد، أنا كنت باغي نطيح لهنا وبعد نهبط على خير صلح تاني طحت منه. أها ولدي يا شبيه هذا، آه لازم نقعد له. نسيت ما قلت لكم، شو الجرافيك تاعها مليح، مش مليح بصح مليح يعني. القصة تاعها تبان لي مع المديها هكا، يعني ما بديتش في القصة مازال، حدي في توتوري تسمى تعلم، حدي نتعلم برك فيها تلعب، برك امين عتولي برك فيها تلعب اخت عادي بابا. بصح انا ولا انا دبان اللي هنا مش يدروا لي الفخاذة ولا كيفاه، زي ما نيش دب هنا صبر شتوكا كيفاه حفوت من هذا، ما حطوليش صباط ولا شي. نقدر نحي العود هذا؟ نقدر. اه يا روحي اقعد شد اقعد شد اقعد شد. ايوه بعد نحطو هنا. ايوه ايه دركا وين بينا حطونا لهنا العصا هذه، لازم نجيبوها معنا باش كي نخبط هنا. ايوا باش درت عصفورين بحجر واحد، بصح الا درت اربعة عصافير بحجر واحد عرفتها بلي كاين تخلينا. ايوا منعت، انا قلت خلاص حنطيح فيها لهنا باينة. راح نشد هذا الصنوبر هذا ونطيشو، كي تفك وحدة يتفكو زوز ولا ثلاثة، هاهم تفكو الثلاثة هاهم باينة لهنا وكاين فخ ثلاثة. شت هذا ما كان في الجهة هذه على ما اعتقد. خلعت انا قلت كاين تخفض وكاين بينه، شوفوا لهنا وكاين فخت، ما لازم كي نجري هكا نقعد شادك. ايوه زعما نقز كي نقز هذيك كانت تطيح، لا طاحت لا فكت الفخ هذاك، شبيني طحت. وصلنا لهنا، تبان لي لهنا راح نبداو في القصة لهنا. وصلنا للدار هذه، نخليكم وصلنا لافات تاع الفيديو اخاوتي. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ما تنساوش ديروا لنا لايك ولا ديروا لنا اشتراك وتفعيل الجرس يوصلكم كل جديد. دير ديسلايك قول لي، وعلى دير ديسلايك. هيا نخليكم في لافات تاع الفيديو.